مرحبا بكم، مازلنا متواصلين نشرب قهوة بعد حكاية بعد نسلو. إيه ما يسالش نشرب على روحي بالصحة وبالشفاق. نشرب مع بعضنا. نشرب إي. على سونتي. على سونتي. يغيب القمر سمعناه قبيلة وكل شيء. تعطيت أول مرة في قناة حنا بعض. أول مرة. ديجا أول مرة تعديت مع أخوي عبد الرزاق ونوجه له التحية وبارك الله فيه على الاستضافة الحلوة اللي عملها لي وأعطاني حقي فيها. وإن شاء الله من حسن إلى أحسن معاه، وإن شاء الله ديما كل ما نجي البلاتو ديما شحنا بها إن شاء الله نقدم الإضافة ونقدم الفلوس. تتصور أنه عبد الرزاق الشيبي العالمي الوحيد اللي شاشها مواهب فنية في عرض جديد ولا حاجة تكلموا له عبد الرزاق عبد الجديد عندهم كل شيء. أي ما 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 يمنع حد عندك حاجة حلوة يقول لك تفضل وريني شنو عندك. عندك حاجة حلوة تفضل وبرشا غنيات نجحوا راهو خرجت من ديموش حنا بعد. قبل تتقابلوا ولا تحكي ولا شو يسمع قبل ولا حاجة ولا كيف يسمع قبل شوي على كيفاش يصير مثلا يصير كونتاكت مثلا حضر غنية هكا انا عندي نمرو مثلا نكلمه نقول له كلمتي ولا تكلموا مدير عمال؟ لا مدير عمال ولا لا عندي ديجا عندي مدير عمالي اللي هو اخويا وصاحبي مروان الفاطمي وعندي خويا باسط زاد لاهي عبد الباسط الجباري لاهي بالفرقه ولاهي كذا وعندي مرتي في الخفاء معناتها لاهي في امور فلوس امور اللي دارت على المال ودارت على فين الفلوس تاعو؟ معناتها خويا عبد الرزاق كي نصير حاضر حاجه نكلمه في التليفون نقول له انا عندي جديد كذا كذا وكذا مثلا نبعثوا له على اليوتيوب ولا نبعثوا له على الكونت نتاعو يسمع كان حاجه حلوه يقول لي اوكي رمسي كان حاجه مش حاجه حلوه يقول لي راهو علاش علاش ما تعملش ما احسن اما قلت ربي احنا نعملوا كان الباهي وجمهور نتاعنا معناتها سنستوا انا عندي غنيات ناجحين معناتها سنستوا بريتم معناتها انت قلت ربي ما نتحلوش من النيفو هذاك لازم واحد يقدم ما نتحش رمسي التغمير مش حكيوا حاجه تبع التلفزه شفنا عبد الرزاق الشيبي تعديل في عبد الرزاق الشيبي نحكي شوية عن المنوعة تاع عائشة قناة التاسعة شو رايك بالراي اللي حكيت عائشة في الاي اف ام قالت شو قالت؟ والله ما سمعت من فمك نسمع خويا كمال كل وقت نجيب في دي تونسي ولا حاجة الله يخلص لي هو يخلصها معناتها انت وقت تمشي عايشه ولا حاجه قولها كل الحمله تعدى تقول لك ايش يخلصني وعلاش تاع شنو باش تخلص؟ على خاطر سما اشتعت الفلوس للفنان العربي باش يجي يحضر اخي انا نعطي فلوس لعايشه باش تخلص هي الفنان العربي كيف تجي ما تقبلش الحكايه هاك تقول قال فنان انت كفنان تونسي من وقت الفنان التونسي يجي نورمالمو هي التونسية نورمالمو تشجع نورمالمو هي تشجع الفنانين التوانسة نورمالمو هي شو رأيك في الحكاية هي؟ أنا ما عنديش حتى جواب نعمل لك أوكي عندي جواب هي حرة هي تطلع طابت هي حرة اخترت قبل برامج عائشة في الحنبال؟ لا مع عائشة معناتها حبيبتي وكذا نعرفها من الحنبال ما عنديش معها حتى ما تعديت قبل في الميسيون تاعها؟ لا ما تعديتش انا وقتها ديجا معناتها ما قاعد نخدم ومعناتها خايف فهمت عندي الغناء الوقت يجيبك معناتها سكسي معناتها ليه نخدم مهرجانات ومنها معناتها مش ليه فهمت؟ اما هي حره في رايها اما انا نتصور انا حتى نقول لها ميساج على خاطر هي راهي تحفونه عايشه ثم عباد راهي عباد تجيلها راهي تحفونه ومتربيه ومعناتها نورمالمون هي انا نتصور هي تونسيه تشجع الفنان التونسي وكاو وهي رايها وهي حره كاو حره في برنامجها هي حره رمسي نحكي شوية رمسي والحفلات
شفناك شفناك في الحفلات خاصة بعض العروسات اللي تحكي احكي له شوية بين حفلة بين العروسات والحفل والمهرجانات تبقى روحك ولا من ناحية لونة من ناحية لونة قالوا معليتها حيتولك سنة في المهرجانات ولا شفت تعطي كيف ليه نخدم كل سيزون نخدم فيها مهرجانات وفروحات منقسم روحي مثلا نعرف وقتاش نخدم مثلا انا عندي مهرجان مثلا في دوز ولا في قابس ما نجيش انا نخدم من غدوة في تونس فهمت واللي مثلا نقرب مثلا دوز مثلا ناخذ تونس مثلا بعد غدوة صاري ما تجيش خاطر الروح تعب الروح يلزمني راحة يلزمني قريش من ترتاح يلزمني كذا خاطر الواحد ما يخممش في برشا مادة لكن تخمم في برشا مادة تنجم عباد الأخرى اللي ماشي تغني لهم من غدوة عطينك فلوس وتبدأ أنت مبيل معناتها قريش متعب كذا يسمك تعطيهم حقهم ترتاح نهار تعمل ديكالاج باش ترجع من غدوة أون فور. ممكن تخلينا حاجة على ذوقك الشعبي شو تسمع طاقة الشعبي؟ ها؟ خلينا حاجة بصوت تراعب يعني صوت نغني لك حاجة مش نغني لك الأغنية السكسي آمان 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 يغدرك يطعنتي سيف حالي يا الغدارة يا الغدارة انفرتي ونكرتي حب سنين راح خسارة الوقت يجيبك ما تلقى حبيبك خليكي في عيبك كنتي اخترت الوجع ونار مش قلت لك انا مش قلت لك الوقت يجيبك مش قلت لك الوقت يجيبك الله يعطيك الصحة عايش ممسي ممسي اللي بوان بوزيتيف واللي بوان نيجاتيف عند ممسي درامين شو شنو نقطة حاجة إيجابية نقطة إيجابية نقطة والله عندي الإيجابي وعندي السلبي معناتها الكمال ولله راه الكمال ولله كما قلت لك راه الدومين نتاعنا راه بحر نجم أنا نكون اليوم راه ونجم ما نكونش غدوة راه نجم أنا نكون اليوم غدوة رحمن يا رحمن مات البشر هذاك إن شاء الله إحنا نموتوا طاهرين ونموتوا ونحبوا الناس وما نكرهوش العباد وما نقصوش رزق الناس فهمت مرة ما تعرفش عن شكون الدنيا ذي نجم أنا توا مثلا في السكسي وكذا ونخدم وكذا نجم وطفل واحد آخر صغير طلع وربي معاه معناتها ثم مساج نحبوا بعضنا اللي يخدم على روحه وربي عينه قص لفلان وقص لفلان ونحي فلان ويجبد لفلان ويجبد فريق فارغ مش تاع فهمتي أنا راني كمان مش كيف ثم عباد مش كيفه ما انا كاليتي واحد اخرى وكا نمشي نحكي باش نقطه باش نخطو فاصل قصير بعد فاصل باش نحكي بعد شويه فابكي بعد ما نرجع من فاصل نمشي تقنيه والتواصل الاجتماعي عبر الانترنت انت ورايك في الانترنت باش نحكيو برا وانت تحكي لنا قدام البحر مش تعترفني على كل شيء اعتراف انا بطبيعتي نحب الصراحه صراحة راحة مش تسمير الويفي لا تحية لي سمير الويفي زاد أخويا ومحليه البشر هذاك